يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى. يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفى. يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صلي على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صلي على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صلي على محمد واكف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صلي على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صلي على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. من عليك الأطهار مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. صلى الله عليه. وما لما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والدا نشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس نانا. صلى الله عليه. وتحن تسأل ربك الرضوانا. صلى الله عليه. نار المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا. صلى الله عليه. انظر إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. وقال عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا فرحانا. صلى الله عليه. متمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله فنجانا. صلى الله عليه. مستشعرا أنوارا من قيل متى كنت نبيا ذا نادم فانا. صلى الله عليه. من غفلة عنا وقل يا مولانا. صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم شعبتين إلا أنا في خيرها حتى قرونيا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنظر
والنصر والتوجيه رب العرش بل أوصانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وفي كتاب النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه فبشروا أبوابهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو إن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كالصلاة دوانا صلى الله عليه حتى هنا درفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولله حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا دينا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تكاثر عن عطاء ومالا صلى الله عليه كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه بل كان صلى الله عليه قبلت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله ابن عبد لمطلب رأى البرهانا صلى الله عليه لبان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المنصور عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشم ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك كان صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدلانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه حينما حملت به آلة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط النطق من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورد كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهاد فربت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا حبيب السلام عليك.
أرضعته الأم ثم
سويبة وحليمة من سعدها قد بانا صلى الله عليه. قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه. أن العذاب مخفف أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وفانا صلى الله عليه. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد إن تلا إيمانا صلى الله عليه. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأنهار يبيد يبكي مصطبا جيعانا صلى الله عليه. لكنه ليلة جاء الحبيب مات موفور الرضا شفعانا صلى الله عليه. ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت ذويبتها فكان شاءنا صلى الله عليه. أكرمه رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه. سبحان من أنفق أشجارا أحجارا تحيي المصطفى سبحانه. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية ومات عصيانا صلى الله عليه. ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديبا نبيه إنسانا صلى الله عليه. صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه. ذا همة وشجاعة وتوذر ومكارم لا تستطيع نسيانا صلى الله عليه. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن طانا صلى الله عليه. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا صلى الله عليه. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن صلى الله عليه. وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه. سنتين وافاه الحمام فضمه عم مل العطف عليه جنانا صلى الله عليه. خطبته بنت خويلد
في الخمس والعشرين حازت بالمشفع جانا صلى الله عليه. قد حدث المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه. وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه. ووزعت العقل ووزعت الحجى سبحان من علمه وأعانا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن الثلاثة ثم أرسله إدرا وربك علم الإنسان صلى الله عليه. فدعا ثلاثا في صفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه. كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه. خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالحجار بل أوروا به الصبيان صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجل عذبانا صلى الله عليه. صلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه. عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه. وليس بالهجرة جال يثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه. ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا صلى الله عليه. ذكرا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه. كرما وعفوا واتقى وتواضعا والجدع حن محبة وحنانا صلى الله عليه. والجار من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه. معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه. ولدى سبعا وعشرين مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه. أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. صلى الله عليه. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدا صلى الله عليه. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصفا أرضانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.